خلينا نبتدي بالنادي الاهلي يا استاذ احمد. النهارده عدد من القرارات اعلن عنها النادي الاهلي بخصوص مدير الكره رحيل الكابتن خالد بيبو، الجوادي مترجم، وايضا قبول استقاله الكابتن محسن صالح. رايك ايه؟ تعليقك. يعني الناس ما كانش متفاجئ، لكن رد الافعال برضو كبير. يعني الناس كلها دايما حاجه بتقول برضو بتخص الاهلي طبيعي. يعني فكره ان انت القرارات يعني ظهرت او تناثرت او سربت قبلها بحوالي 24 ساعه او 48 ساعه، وكلها صحيحه. واضح كلها ان كلها صحيحه. يعني ايه كلها؟ يعني كابتن محسن صالح استقال، اوكي، هيجي كابتن سامي قمصان، هيبقى ليه مسؤوليه جديده، هيمشي خالد الجوادي، هيمشي خالد بيبو. كل ده كان موجود قبلها بحوالي 24 48 ساعه بالظبط. اتفضل. فاحنا الاسبوع اللي فات اصلا كنا بنناقش قصه الدكتور خالد الجوادي وقعدنا نتكلم فيها بشكل مستفيض. الان المشهد مع الاسماء الجديده بقى. انت النهارده جبت الكابتن مختار مختار وجبت الكابتن محمد رمضان. طبعا كابتن مختار بعيد بقاله فتره، حوالي بقاله سنتين. وكابتن محمد رمضان بقاله فترات طويله جدا. وجمعتني يعني جلسه مع كابتن محمد رمضان من حوالي شهر او شهر ونص، وقعدت اتناقش معاه، فقال لي انا بعيد خالص عن الكره المصريه وما اعرفش اي حاجه أصلاً؟ فمحتاج اصلا ابجريد عشان ارجع تاني للمشهد. هذا لا يعني ان انا بقى بقلل من شان كابتن محمد رمضان، لا بالعكس. أكيد. انت هتقعد شويه هتعرف الدنيا فيها ايه، طبعا. هتبتدي تندمج. لان انت مش جايب حد صحفي او مع واحد بتاع المعلومات، انت عايز واحد بيجيد الاداره الرياضيه. ومحمد رمضان اذا قلنا يعني ان الاداره الرياضيه، فمحمد رمضان هو الف ب اداره الرياضيه. ماشي. منذ ان اعتزل وعمره دون 30 عاما بعد ما خد الاهلي الدوري، كان ماتش فاصل مع نادي الاسماعيلي، الاهلي كسب 4-3. اعتزل كابتن محمد رمضان بعد هذه المباراه، ثم اصبح مديرا للكره في الموسم التالي مباشره ونجح نجاحا كبيرا. كان عامل شغل كويس قوي. اوكي. كابتن مختار مختار هو راجل فني في المقام الاول طبعًا والاخير. طبعا. فاعتقد ان ايده في الحته دي، حتى لو كان بعيد بقاله سنتين، انما هو عارف ومتابع كويس قوي الدوري المصري وكمان الدوريات وعينه كويسه بقى اللعيبه بالتاكيد. وكمان يعني الكابتن محسن صالح الراجل طالب مرارا وتكرارا ان يستقيل، ومش النهارده ولا امبارح، ده من ايام موسيماني. دي حقيقة. وحصلت خلافات رهيبه جدا مع موسيماني، وصمم واصر الكابتن محمود الخطيب انه يكمل، وقال له حتى كمان كده، وانا كنت بكلم ايه هو امر الخلاف، قال له انت هتسيبني يا محسن؟ ده الكابتن. فالكابتن محسن قال له لا انا مش ماشي، وقعد في فتره موسيماني. وكثيرا ما انتقد. ايه ابرز خلاف كان موجود ساعه موسيماني بين كابتن محسن صالح عن الصفقات وعن بعض اللاعبين؟ عارف اي ابرز اسم؟ ميكيسوني مثلا. ايوه، ميكيسوني والراجل سفيان رحيمي. يعني كانت حاجه غريبه جدا، كل الناس بتتكلم فيها دلوقتي. كل حاجه مع سفيان رحيمي يا جماعه مش معقول. مش معقول. يعني انا الراجل موسيماني ساعتها قال لك لا هو ميكيسوني. ويا جماعه ما اعرفش، لا قال لك ميكي اللي يجي. نفس الكلام، واصر على ان ميكيسوني. لجنه التخطيط كانت عايزه سفيان رحيمي. وكهرباء. يعني ازمه كهرباء، كل الناس واولهم كابتن محمود الخطيب. والكابتن الخطيب خرج في تصريح وكان نادرا ما يتحدث، قال ان الاكثر التزاما في الفتره دي هو كهرباء، ومع ذلك صمم موسيماني على انه يمشي وراح تاي سبور التركي في الوقت ده اعاره. تمام. ف المشهد كان يعني ليه ملابسات. كابتن محسن صالح برضو كان ليه بعض الاراء، يعني هو كان شايف ان كابتن خالد بيمو ما يبقاش موجود كمدير كوره. الكابتن وشايف محسن ان وشايف كولر بس يعني. طبعا. دي يعني مين يعني بعد نقل الكابتن سيد عبد الحفيظ، ودائما ما كان كابتن محسن صالح بيحاول ان هو يطرح ويرشح اسم الكابتن علاء ميهوب، لان هو بيعتبره ابنه الروحي. ولغايه دلوقتي في قناعه كبيره جدا عند كابتن محسن صالح بالكابتن علاء ميهوب، سواء من الناحيه الاداريه او الناحيه الفنيه. أوكي. هذه قناعات طبعا. تمام. طبعا. لكن في النهايه ما ظهرش كابتن علاء ميهوب في اي مشهد في النادي الاهلي، وهذا لا انتقص منه كراجل اسم كبير طبعا. في النادي الاهلي ميهوب يعني اسم كبير يعني ما فيهاش كلام طبعا يعني. طبعا. ففي النهايه الكابتن محسن شاف ان هو كفايه عليه كده، مش قادر يكمل اكتر من كده. تمام. فالمره دي كابتن خطيب وافق له في ظل بقى مجموعه من التغييرات التي لقت قبولا، يعني حتى التغييرات على المستوى العام لقت قبولا لدى الكاسرين. يبقى بس فكره مدير الكره، ان انا لاحظت ان ما شاء الله كلنا بدون استثناء رشحنا حوالي 7-8 اسماء، وفي النهايه اصبح الكابتن سامي قمصان قائما بأعمال مدير الكره، لان هو كان هناك بالفعل اسماء مرشحه، لكن في الاخر استقر الكابتن محمد. هل ده نهائي؟ لسه لغايه دلوقتي اتقال لي ممكن يكون في اتجاه ان للتعديل هذا الامر. لكن اتلعبت قبل كده مع كابتن حسام البدري، مع كابتن محمد جوزيه، اتلعبت مع
للكابتن محمد يوسف ايام كارترون، فيعني هنشوف القصه دي.